ده طبعا جزء من جماهير النادي الاهلي اللي راحت تدعي بالسلامه وتساند، يمكن الصوت يوصل. واحد من ولاد الاهلي المخلصين الحقيقه العمري فاروق في اختبار، ومحنه نتمنى ان شاء الله من الله عز وجل انه يعفو عنه ويتجاوز المحنه دي. وزي ما جماهير هتفت للاستاد كانت جزء منها حريص ان هو يروح. اللي قدام حضراتكم في الشاشه ده دكتور خالد العمري، شقيق العمري فاروق طبعا نائب رئيس النادي الاهلي، وكان متاثر جدا بوجود جماهير النادي الاهلي وطلع واستقبلهم وشكرهم على اللمسه الطيبه. وده مش غريب على جماهير النادي الاهلي، العمري رجل اخلص للكيان، فعاشقته او عاشقه ملايين الاهلاويه. نتمنى له طبعا السلامه وسرعه الشفاء.